والكف اليمنى أثناء التيمم ينفي. تختار واحد من الأجوبة. أعد الأجوبة. عليك بإعادة التيمم مرة أخرى. 2. لا تعر شكك هذا أي اهتمام. 3. أن تعيد مسح الجبهة والكف اليمنى أثناء التيمم. سؤال رقم 5. إذا لم تتمكن من معرفة جهة القبلة بعد أن بذلت جهدا وفقدت كل الحجج التي يمكنك أن تستند إليها لتعيين القبلة، يعني سويت كل شيء ما حصلت اتجاه القبلة، شو تسوي أثناء الصلاة؟ أولا صلي إلى الجهة التي تظن وجود القبلة فيها. صلي إلى الجهة التي تظن وجود القبلة فيها. 2. صلي في 4 جهات، أي في كل جهة صلي مرة. 3. عليك بتأجيل الصلاة حتى معرفة مكان تعيين القبلة أو العثور على مكان تم تحديد القبلة فيه مسبقا. صار واضح؟ أعيد. ها؟ الأجوبة. صلي إلى الجهة التي تظن وجود القبلة فيها. 2. صلي في 4 جهات. 3. عليك أن تؤجل الصلاة أو بتأجيل الصلاة حتى معرفة مكان تعيين القبلة أو العثور على مكان تم تحديد القبلة فيه مسبقا. جمعنا الأوراق ولا تنسون الأسماء ولا تنسون الدعاء. أفلام صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. متبرعات الليلة أكيد لا خير. تبرعات من نوع ثاني. في هذه الدنيا يتعرض الإنسان لكثير من الابتلاءات، ومن هذه الابتلاءات هو المرض. ولدينا أحد الأخوة الأعزاء من جاليتنا ممن دعموا مؤسسة ملتقى الشيعة الأسترالي مادياً ومعنوياً، ووقفوا مع جميع مشاريعها ولهم مشاركات مالية لدعم الملتقى قبل أن يكون المسجد، وعندما كان المسجد كانت له أيضاً مشاركات مادية وأيضاً معنوية، ووجوده دائماً، وأيضاً هو أحد أعضاء اللجنة الإدارية لصندوق الإحسان للقرض الخيري. هذا الأخ هو أبو هبة الخاقاني. أبو هبة الخاقاني يسولف لي يقول أنا كنت أروح للمسبح أسبح أقدر أمشي 700 متر فترة، يعني فجأة حسيت أنه أنا ما أقدر أمشي 700 متر يعني أفوج أو أسبح. صار 150 قامني قلة 100 شوية، بدأ عندي ورم برقبتي. رحت للطبيب والطبيب قال لي ماكو شيء ان شاء الله كلش عاديه، هاي ادويه بس. يقول انا صريح على الطبيب انه يسوي لي تحليل دم. سوالي تحليل دم باليوم الثاني، يقول الطبيب اتصل بي قال لي عندك كريات الدم البيضاء متزايده بشكل كلش كبير، وهاي عرض من اعراض سرطان الدم. فتبين انه اخونا ابو هبه مصاب بسرطان الدم اللي هو اللوكيميا. فتمت احالته الى بيتر ماك اللي هو المستشفى المركزي مال السرطان هنا في فيكتوريا، والآن هو تحت العلاج وهو موجود بيناتنا، راح يجي يحكي وياكم إن شاء الله شوية. تعرفون أنتم هذا المرض، أنا إيش حسب معرفة قليلة، وهو إن شاء الله راح يوضح لنا أزيد أبو هبة، لأنه بعد صار هو باحتكاك بهذا الموضوع، راح يطلع لنا في 5 دقائق أو 7 دقائق بس يحكي لنا الموضوع. تدرون هذا المرض يعني علاجه الوحيد، لأن هو يصيب المعدة الغدد اللمفاوية وما أدري يسموها بالدم، بالنخاع العظم عفوا، وهذا لازم تستبدل أو تزرع خلايا
ماخوذه من يعني خلايا متطابقه للشخص المصاب. يعني عندنا بالعراق شو يسوون مثلا؟ ياخذون الاخ او الاخت او يعني يشوفون بلكي او تطابق ويزرعونها له، يبدا شوي شوي يستجيب، والا يعيش بدون مناعه يضطرون يبدلون دمه بين فتره وفتره. يعني واذا تعرض الى مرض معين يصاب بدون مناعه، يعني ممكن يتعرض للموت. الله يكفي شر شر. فوجئ ابو هبه انه هو راد فد بديع، يعني فد شخص يطابق وياه، لقى انه هاي البنوك العالميه اللي بيها هاي اللي مخلين يعني البنوك اللي مخلين بيها العينات ما بيها من العرق العربي، كلها من العرق الاجنبي. لذلك احنا اخواتنا مثلا بالعراق او بايران او بغير مكان، دائما اذا صير عندهم هاي الحاله وين يدورون؟ يدورون بالبنوك العالميه، يقولون لهم اكو بالمانيا، يقولون لهم اكو باسرائيل، يقولون لهم اكو بامريكا، بس ما يقولون مثلا اكو بالسعوديه، اكو بسوريا، ما موجود هيك شيء يعني. فهو الاخ ابو هبه دائما يعني يفكر بالمشاريع الخيريه، فقال هاي سانة تعرضت لها بس اكو هواي غير تعرضت. يا اخوان والله العظيم احنا في صندوق منطقه الشيعه الاسترالي بالفتره الاخيره هاي يمكن الشهر او شهرين يمكن جانا 3 حالات من نفس المرض هذا، واليوم اذا لاحظت نشرت حاله من ايران عندنا لاحظتوها بمجموعات يمكن نفس المرض بالضبط. هاي شنو قايلين له؟ هذا الايران خطيه يتيم ومفروض بكليه الطب ومصاب بهذا المرض. قايلين له حتى لقينا لك عينه بالمانيا حتى نجيبها من المانيا تكلف 40,000 دولار امريكي، منين يجيب هذا المرض؟ ومن يجمع له تبرعات 40,000؟ انا اصلا من قايل له قلت له اخي وين 40,000؟ احنا شنو جماعتنا 2000 40,000 منين يجمع؟ يعني صعبه جدا. فالاخ ابو هبه يعني كانه عنده مشروع انه احنا ليش ما نتبرع؟ التبرع قبل كان صعب، لازم جهاز لنفاوي، هسه لا، جهاز الروبوت يطلع الدم يطلعون من عنده هاي الماده ويرجع، يعني ما بي حتى عمليه جراحيه. سهل. فاحنا نستقبل الاخ ابو هبه بالصلاه على محمد وال محمد. السلام عليكم. السيد حقيقة ما بقى لي شيء احكي بالحجه، القصه من اولها يعني. ليك الخير والبركه ان شاء الله. الله يخليك اخواني. بصراحه هذا يعني الله سبحانه وتعالى يبتلي البشر، وهذا جزء من هاي الحياه. لكن شوي نحكي عن المرض هو شنو. اللوكيميا انا مو طبيب حقيقه، مو باختصاص، هو يأثر على كريات الدم البيض الحمر الصفائح الدموية، يخربط العدد مالتها، الإنتاج يصير بشكل مخربط، إضافة تصير خبيثة. فحتى يغضون عن المرض أو يعني الإنسان يطيب لازم يتلقى جرعات كيميائية إلى أن يكون على السرطان. هذا مو كافي، لأنه في أي لحظة ممكن أنه يرجع المرض. حتى يحلون الموضوع بنسبة كبيرة لازم يصير عملية زرع نخاع من شخص سليم إلى شخص مريض. عملية يعني بصراحة لقيت المشكلة إنه بالمتبرعين، حتى نختصر أكثر لأنه ما أريد آخذ وقت المسجد. المشكلة بالمتبرعين، يعني الشخص الأوروبي الأبيض يتبرع للشخص الأوروبي الأبيض، الأفريقي يتبرع للأفريقي، من الميدل إيست يعني من العربي والعربي ومنطقتنا يتبرع للمنطقة فقط، يعني للأفراد العرب، للأفراد الإيرانيين خلينا نفس العرق، فهو أبو العرق يتبرع لنفس العرق. هاي تخلي صعوبة للي ما عنده جماعة، للي ما عنده يعني خلينا نقول ماكو عدد كافي متوفر كمتبرعين. ولهذا من الأسف تلقي هواية من جماعتنا ينتهي بهم الوضع بالخصب ودولنا بالوفاة. الأوروبيين أنا بالمستشفى يمكن أكون 5 وياي كلهم لاقين متبرعين، أما بألمانيا أو بأمريكا أو بدول ثانية، لأنه أكو بالملايين مسجلين بالشون يعني قاعة المعلومات أو قاعة البيانات للمتبرعين. إحنا إرادنا نوع يعني حقيقة ما شاء الله البركة بكم، ويعني التبرع المساعدة بالخير هاي يعني صفة مو بعيدة عنكم، بس إرادتنا واعي شوية. بكل بساطة ممكن إنه تنقذ حياة إنسان بعملية بسيطة بأقل جهد ممكن. عملية التبرع هي خلينا نقول جزئين، الجزء الأول يأخذون عينة من الدم ومن اللعاب حتى يعني اعتقد يجي يكون الدي ان اي يخزنوه عندهم بالشلون بنقل معلومات،
يمني في أي وقت معين يطلع شخص مريض يحتاج يعني يحتاج نخاع راح يقارنون بالمعلومات اللي عندهم تكون مخزونة. يمني الشخص يكون مطابق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمني الشخص يكون مطابق راح عملية التبرع قبل كانت صعبة مثل ما تفضل السيد كان يطلعون من الظهر يعني عبرة طويلة تدخل بالنخاع النخاع العظم ويسحبون منه. هسه بالوقت الحاضر مثل عملية غسل الكلى اللي هي دياليسيس فالدم يطلع يدخل بجهاز الجهاز يفصل اللي هي الخلايا الجذعية أعتقد الخلايا الاستمسة ويدخل للجسم حوالي ساعتين ثلاثة هاي مبدئيا يعني وآثارها الجانبية قليلة جدا يعني الضرر الجانبي قليل جدا وبالنتيجة تنقذ حياة إنسان. فأنا أعتقد أكتفي بهالموضوع. إحنا إن شاء الله راح نكتب مع بعض المعلومات بالويب سايت ونحاول نشاهد بقية الجاليات يعني بنفس الوقت الجاليات العربية أو العراقية الموجودة في سيدني بملبورن بالتجمعات الأخرى لأن حقيقة فشيء له أثر يعني إنقاذ حياة بشر وأكيد هذا مو يعني مو صعب يعني مو بعيد عنكم. وشكرا جزيلا. السلام عليكم. بس يعني أضيف بسرعة يعني العملية مو معناها إذا بالبداية شو يسوون بس يأخذون دم ويخلونه بالداتابيس إذا طلع المطابق إليه يودون له رسالة يقولوا لك واحد مثلا بالعراق يريد من عندك ممكن تطيب يلا يجي النوب ولا ساعتين ويسحب دم مو هسه يعني بالبداية يسحب الدم يبدأ مجرد عينة من اللعاب أو من الدم بس يعرفون عن تفاصيله. هذا هو الموضوع جزاكم الله الخير. أعتقد هي مهمة. تفضل. العمر يمكن محدد إلى 40 سنة إلى 45 سنة. ليش هم؟ لأنه العمر 75 سنة 45 سنة مثلا وخلي العينات مالته بالبنك بعد 10 سنوات جزء متوفي فما يعني مو كلش تستحب. فإذا أقل من 45 عمره شوية بمجال حتى العينات تقارن يعني مرور الزمن. فأعتقد يعني يمكن لو إحنا نبادر بيها بس نخلي عيان عينات نعود إذا واحد طلب وبدي ساعة واحد نشوف يقدر يساعد لو ما يقدر يساعد. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. الله اكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ذلك مع احب الزهراء على اصواتكم.